برحب بحضراتكم من جديد، ورجعنا لحضراتكم في أولى فقرتنا النهاردة وأول أخبارنا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السيد مدير عام منظمة الأغذية والزراعة وللأمم المتحدة الفاو والوفد المرافق له بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير. هنروح نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم مرة تانية. الفتاح السيسي السيد شادانيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو والوفد المرافق له بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد الاعتزاز المتبادل بالشراكة طويلة الأمد بين مصر والفاو، والتي تنعكس في مشروعات التنمية المتعددة في مجالي الزراعة والغذاء، وكذلك في التوقيع الذي تم على الاتفاق القطري الجديد بين الجانبين للفترة 2024-2027. أعرب مدير عام الفاو عن تقديره الكبير لما شاهده خلال زيارته الحالية لمصر من تطور تنموي لافت عمرانياً وزراعياً وصناعياً، مؤكداً التزام الفاو بمواصلة وتكثيف التعاون مع مصر. وقد شهد اللقاء التباحث بشأن أزمة الغذاء العالمية، وبالأخص ما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر، كونها أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم، حيث أوضح السيد الرئيس سعي مصر لتجاوز هذا التحدي بشكل جذري من خلال تحقيق طفرة في مساحة الأراضي الزراعية، وكذلك من حيث التوسع الرأسي عن طريق التركيز على البحث العلمي والتكنولوجي لتحسين الإنتاجية، منوهاً في هذا الإطار إلى المشروعات الزراعية الضخمة التي تنفذها الدولة لتحقيق هذا الهدف، والتي أثمرت عن بدء إنتاج مئات الآلاف من الفدادين الجديدة بما سيصل إلى 4 ملايين فدان تدخل جميعها الخدمة خلال العامين. أعرب مدير الفاو في هذا الإطار عن بالغ التقدير للدور المصري التاريخي الذي يتسم بأعلى درجات المسؤولية والتجرد، مستعرضاً جهود الفاو في هذا الإطار ومؤكداً الحرص على تقديم كافة سبل الدعم للجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع. وفي نهاية اللقاء سلم مدير عام منظمة الفاو هدية تذكارية للسيد الرئيس تقديراً لما يتحقق في مصر من تنمية شاملة ومتسارعة في مختلف المجالات. أصحاب السمو والمعالي، اجتمع اليوم ونحن نواجه أزمات متفجرة تلقي بأعباء وتبعات غير مسبوقة على عاتقنا، على رأسها الحرب الإسرائيلية شديدة الدموية ضد الأشقاء في الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي تحمل تبعات سياسية وأمنية وإنسانية شديدة الخطورة، لا تقتصر على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق فقط، وإنما تمتد إلى المنطقة ككل وتلقي بظلالها على الأمن والسلم الدوليين. كشفت تلك الأزمة عجز المجتمع الدولي عن إظهار إرادة حاسمة ونافذة لفرض وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، أو وضع حد لهذه المجازر وللتجويع والحصار المفروضين على قطاع غزة وأطفاله الأبرياء، والتصدي لمخططات التهجير القسري لسكانه، وما تنطوي عليه تلك الأعمال من مخطط ومنهج لتصفية القضية الفلسطينية. إن الحروب والحلول الأمنية لن تقدم إلى المنطقة إلا المزيد من الحروب والدماء والعنف والتطرف، بينما لن يتحقق السلام والأمن والاستقرار إلا بانتقال إلى مسار حل سياسي جاد للقضية الفلسطينية والبدء في تنفيذ حل الدولتين من خلال تجسيد دولة فلسطينية قابلة للحياة عاصمتها القدس الشرقية وعلى خطوط 4 يونيو 1967. لقد ألقت تلك الأزمة بظلالها الثقيلة على أمن المنطقة ككل، حيث تتسبب الاعتداءات الإسرائيلية في اضطرابات إقليمية يتوسع على نحو مستمر، فبتنا أمام تهديدات خطيرة لسلامة وحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، كما أن الأوضاع في لبنان أصبحت تستدعي قلقا حقيقيا على ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة هناك. وتأتي التطورات في ظل أزمات متفاقمة ومقلقة في السودان وليبيا وفي سوريا وفي الصومال،
الذي تتعرض سيادته ووحدة أراضيه للتهديد حقيقي بتوقيع إثيوبيا على اتفاق بشأن النفاذ إلى البحر الأحمر مع إقليم سوماليلاند، وهو التطور الذي ترفضه مصر بشكل كامل لما فيه من انتقاص لسيادة دولة عربية وهي دولة الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولما يمثله من انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، فضلا أنه يأتي استمرارا لسياسات إثيوبيا غير الحكيمة والتي لا تراعي الحد الأدنى لمبادئ وحسن الجوار ولا تلتفت سوى للمصالح الفردية، وهو الأمر الذي بدأ بشكل جلي لمصر خلال المفاوضات الخاصة بسد النهضة ودفعنا لاتخاذ القرار بإيقاف مشاركتنا في تلك المفاوضات التي لن تفضي لأي نتائج ملموسة طالما استمرت إثيوبيا في نهجها. أهلا بحضراتكم من جديد. هنبدأ في الفقرة الإخبارية بالحديث عن مشاركة وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع التشاوري المشترك لوزراء الخارجية بين جمهورية مصر العربية وبين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنعقد أعماله في العاصمة السعودية الرياض. والتفاصيل أكتر عن هذا الخبر معنا على التليفون السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير صباح الخير ودايما منورنا في صباح مي. صباح الخير يا مدني وللسادة المشاهدين، ده نوركم على الشاشة دايما. أهلا بحضرتك. في البداية سعادة السفير عاوزين نتكلم عن أهمية آلية التشاور السياسي كإطار مؤسسي بيجمع بين مصر وكمان دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في ظل التحديات والصراعات اللي بتشهدها المنطقة العربية في الوقت ده بالتحديد. في الحقيقة إن هو في منتهى الأهمية لأن المنطقة المشرق العربي بتشهد الآن تحديات عديدة، يعني سواء الحرب في غزة، الوضع في سوريا، الوضع المتوتر في العراق، الوضع في اليمن، أمن البحر الأحمر، المشاكل اللي موجودة في القرن الأفريقي، مشاكل السودان، ليبيا، كل هذه الأزمات مجتمعة بالتالي تمثل تحديات لجميع الدول العربية وبتحتاج إلى تنسيق الجهود في عدة مجالات. مجال التعاون المشترك من ناحية الأمنية لصد المخاطر واحتمالات المخاطر التي قد تقوم تنشب بسبب هذه الأزمات والمشكلات. الناحية الثانية التعاون في مجال التنمية المشتركة لصالح الطرفين سواء مجلس التعاون الخليجي أو مصر، ولدي كلاهما أو كل منهما بمعنى أصح ميزة نسبية، يستطيع إذا اجتمعت الميزتين النسبيتين مع بعض فممكن يتحقق استثمار مفيد ويحقق مصالح مشتركة للطرفين. سعادة السفير برحب بحضرتك، صباح الخير. صباح الخير يا مارين، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. يعني إحنا كنا عاوزين نتكلم يعني بشكل أعمق عن التعاون المشترك اللي هو السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين مصر والخليج. يعني لو حسبنا إجمالي الاستثمارات في مصر الآن لدول الخليج هنجد إن هي أعلى استثمارات موجودة في عدة مجالات، يعني مجالات زراعية، مجالات صناعية، مجالات نقل، مجالات إسكان. فأصبح فيه النهاردة الاستثمار العربي في مصر ده يعني له يعني اهتمام خاص واهتمام مشترك من الجانبين. أيضا التبادل التجاري، التبادل التجاري حقق نمو في السنوات الأخيرة ولكن ما زال محتاج إلى مزيد من النمو بالمنافسة، لأن في منافسين أقوياء صحيح. على منطقة الخليج، لأن هم يعني مجتمع ما عندوش إنتاج زراعي، مواد غذائية، فبالتالي محتاج هذا المجال. أيضا بعض الصناعات الأخرى يحتاج إلى فيها، فممكن جدا الاستثمار في مصر لسد هذه الحاجة. أيضا التعاون في المجال العلمي، المجال العلمي احنا في عندنا في مصر هنا جاليات من هذه الدول، دول الخليج، في الجامعات، في المدارس الخاصة، مدارس ثانوية، وأيضا في الجاليات المصرية. أنا عندنا جاليات مصرية ودي أيضا بتعتبر تصدير، يعني تصدير العمالة بيجيب دخل أيضا. ففي هنا تكامل يعني من النواحي، سواء
احنا في مصر التنمية من الناحية العلمية والتكنولوجية، وبالنسبة لدول الخليج العمالة الفنية والخبراء المصريين بيساهموا في عملية التنمية في هذه الدول. سعادة السفير، عاوزين نتكلم عن الأزمة في قطاع غزة، وعاوزين نتكلم عن أهمية التعاون العربي المشترك في الوقت ده بالتحديد، علشان يبقى في محاولة لإنهاء هذه الأزمة، خصوصا وإن المجتمع الدولي دلوقتي مش قادر يخلي فيه وقف الإطلاق النار أو يخلي فيه ردع لأي شيء بيحصل في قطاع غزة حاليا. يعني بلا شك إن بالنسبة لمجموعة الدول العربية أو بالذات دول مجلس التعاون الخليجي إذا اجتمعت على رأي وأصرت عليه في مواجهة القوة الرئيسية في الحرب في غزة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هي اللي بتمثل حماية وبتمنع تنفيذ القرارات أو صدور قرارات لإجبار إسرائيل على وقف القتال. مجلس التعاون في بيانه الختامي طالب بضرورة الوقف الفوري للقتال. أيضا في الاجتماع مع مصر أكد مرة أخرى ضرورة وقف القتال وزيادة المساعدات ووقف هذه العمليات، عمليات التهجير القسري للفلسطينيين. ولكن للأسف الشديد محتاجين لقوة تنفيذية، يعني قوة تنفيذية على الأرض. القوة التنفيذية إما أنها تكون جماعية عن طريق الدول الأخرى بفرض عقوبات على إسرائيل، حظر تصدير السلاح ليها، منع بعض الصادرات إليها أو بعض المعونات اللي بتقدم ليها من الدول الأخرى. فكل هذا يأتي بضغط من الدول العربية على الدول التي ساندت وما زالت تساند إسرائيل في عدوانها على غزة، مثلا وأنه وصل إلى كارثة إنسانية لم تحدث يعني في القرن العشرين ولا الواحد والعشرين، يعني صحيح حاجة سعادة السفير فعلا صحيح. بشعة جدا جدا. السفير رخاء أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك يا فندم. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم، والخبر اللي بعد كده معانا، وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد. هنروح نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم مرة تانية. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير لعام 2024، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم. وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية العسكري الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرا لجهودهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة. ونقل الفريق أول محمد زكي تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل صدق وإخلاص. وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالقادة المكرمين الذين كانوا نموذجا يحتذى به في تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها بكل كفاءة واقتدار، مشيرا إلى أن تجديد مسؤولية القيادة ونقلها من جيل إلى جيل من التقاليد العسكرية الراسخة، كما قدم التحية لأسر القادة المكرمين على ما تحملوه من عبء المسؤولية الأسرية وتنشئة الأبناء على المبادئ والقيم المصرية الأصيلة، مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل دائما زاخرة بالقدرات والكفاءات وميدانا للتضحية والعطاء لخدمة الوطن والذود عن ترابه المقدس. كل حاجة ممكن تتدبر إلا أن الصحة ما تتدبرش. هو الإنسان المريض مش بيتألم وبيتعذب؟ وإحنا كدولة دورنا أن إحنا نخفف عنه ما أمكن. هنعمل مسح نشوف كل المصريين،
مفيش بلد تقدر تقوم وتصنع وتحمي أرضها من غير شعب قادر بصحة عالية على مواجهة أي تحدي. في خلال التسع سنين اللي فاتوا وفرنا خدمة صحية متكاملة لأهالينا وأولادنا، وكان أول تحدياتنا هو فيروس سي، ومصر كانت صاحبة أعلى معدل إصابة بيه في العالم. ومش بس فيروس سي، ده عشرات الأمراض المزمنة زي السكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، واللي كان بيسعى للعلاج ده كان بيواجه قوائم انتظار ممكن توصل لسنين. وكل ده بيحصل في ظل ضعف الإنفاق الحكومي على الصحة اللي كان يساوي 37.2 مليار جنيه فقط، لكن كل ده اتغير. في 2014 طورنا برنامج القضاء على فيروس سي، وبعد نجاحنا اتشجعنا لتكرار التجربة لنزع عشرات الأمراض اللي بتستوطن وطننا من جذورها. في 2018 كانت اللحظة اللي مصر رفضت فيها الاستسلام للواقع وقررت إنها تكون مثل أعلى في حماية شعبها، وأطلقت المبادرة اللي غيرت من حياة ملايين المصريين، مبادرة 100 مليون صحة، اللي قدرت في أقل من 5 سنين إنها تكشف على 92 مليون مصري وتشخص وتعالج ملايين المرضى وبالمجان. Last year I had the honor of visiting Egypt where I met His Excellency President عبد الفتاح السيسي who has demonstrated extraordinary leadership in the fight against hepatitis C. The campaign of his presidency called Meet Million صحة. باعتراف منظمة الصحة العالمية عرفنا أن الحلول لازم تكون مبتكرة، وفهمنا أن الحل في أننا نبتدي. أطلقنا 14 مبادرة وبرنامج صحي وصلت تكلفتهم لأكثر من 30 مليار جنيه. تم وجري تنفيذ 1135 مشروع لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وتطوير منظومة الإسعاف بتكلفة حوالي 100 مليار جنيه. على الناحية التانية زادت الاستثمارات العامة في قطاع الخدمات الصحية من 3.7 مليار جنيه في 2014 إلى 26.5 مليار جنيه في 2023، يعني تقريباً بالزيادة 7 أضعاف، وانعكس ده على زيادة عدد وحدات ومراكز الرعاية الأولية لحوالي 5426 وحدة ومركز، بالإضافة إلى وصول عدد مراكز الغسيل الكلوي إلى 753 مركز بنسبة زيادة 120.2% عن 2014، ووصل فاتورة الغسيل الكلوي في آخر سنة فقط أكثر من 5.5 مليار جنيه. وكمان قامت الدولة بزيادة مخصصات الأدوية في موازنة 2022 لحد ما وصلت ل14.6 مليار جنيه. وبالتوازي اهتمت الدولة بتوطين صناعة الأدوية في مصر، وقامت بإنشاء مدينة الدواء بالخنكة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي واللي قدرت مصر تحققه بنسبة 93% لحد دلوقتي. بالتوازي خصصنا جزء كبير من جهودنا لتطوير الكوادر البشرية من أطباء لممرضين، واشتغلنا خلال 9 سنين على توفير كل السبل لمساعدتهم. وكذلك تم زيادة بدل المهن الطبية وإنشاء صندوق التعويض عن المخاطر الطبية. في نفس الوقت مصر أطلقت مشروع التأمين الصحي الشامل، أكبر مشروع قومي للصحة في مصر، وخصصت له 120 مليار جنيه علشان يشيل من على ملايين الأسر هم العلاج والخدمات الطبية. وقدرنا نقدم أكتر من 28 مليون خدمة طبية في 6 محافظات، وما نسيناش أهالينا الأكثر احتياجاً عشان القوافل الطبية على مدار السنة بتلف مصر كلها. ووسعنا برامج العلاج على نفقة الدولة واللي قدرت في 2022 تعالج أكتر من 2 مليون مواطن بتكلفة وصلت ل 16.9 مليار جنيه. وكمان أطلقنا مبادرة قوائم الانتظار 2018، وبدأت بتكلفة 5.1 مليار جنيه لحد ما وصلت 4.5 مليار جنيه في 2022. وقدرنا في 9 سنين نوفر لأهالينا أكتر من 1.7 مليون عملية بتكلفة تزيد عن 15.8 مليار جنيه. ولما جه الاختبار الحقيقي في 2020 وانتشر وباء كورونا والعالم شبه توقف، الدولة المصرية كانت مستعدة بفضل خطة تطوير القطاع الصحي تتخطاه بتكلفة وصلت 30 مليار جنيه. وقدرنا كمان نوطن صناعة اللقاح في وقت قياسي من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا. ومصر أصبحت أول دولة في الشرق الأوسط توصل للقاح لفيروس كورونا بأيادة مصرية 100%. وفي يونيو 2023 أطلقنا مبادرة 100 يوم صحة في كل محافظات مصر، اللي قدمت بالمجان لحد النهاردة أكثر من 35 مليون خدمة صحية لأهالينا في كل أنحاء مصر، من تطعيمات لكشف وعلاج وعمليات جراحية وخدمات صحة إنجابية، ولسه مكملين.
هنا الخدمة كويسة وما خدتش وقت على خد الفاميلي وجراب بتاعتهم سليمة في وقت نيجي نلاقي دكاترة. دلوقتي كل حالة لها دكتورة والعلاج موجود على طول في الصيدلية. كل ده حصل نتيجة شغل وتطوير على مدار 9 سنين، ومن إنجازاتنا اتكتبت حكاية وطن. برحب بحضراتكم من جديد، والخبر اللي بعد كده معانا ان كان في تداول للبعض على السوشيال ميديا بشان وجود اختلاف ما بين الدواء المثيل والدواء الاصيل. الدواء المثيل اي البديل المحلي للدواء المستورد، يعني بنشوف ادويه كتير في السوق ليها ماده فعاله معينه، الماده الفعاله دي بتستخدم في ادويه تانية. يعني وحسمت هيئه الدواء المصريه الجدل بشان مدى فعاليه الدواء المثيل اي البديل المحلي. عاوزين نعرف تفاصيل اكتر، عاوزين نعرف ايه الفرق ما بين الدواء المثيل والدواء الاصيل. عشان كده بينضم الينا عبر الهاتف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس شعبه التصنيع الدوائي بنقابه الصيادله. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا استاذه مدينه، صباح النور يا الساده المشاهدين. صباح الخير على حضرتك. في البدايه دكتور عاوزين نعرف الساده المشاهدين ايه الفرق ما بين الدواء الاصيل والدواء المثيل. لا بس خلينا نقول ايه، يعني ما فيش حاجه اسمها دواء اصيل. هو طبعا في التعريفات ممكن يبقى المسمى اللفظي كده، لكن هو عشان بس الموضوع يوصل لاذهان الناس بطريقه عمليه، هو هناك دواء، اول دواء او الشركه انتجته، الشركه اللي اخترعت الدواء دوت، ده اسمه براند. الدواء ايه البراند اللي هو ايه الشركه اللي عملته، بتبقى حاجه عالميه. طيب الحاجات الثانيه اللي بتيجي بعدها بعد ما تسقط الملكيه الفكريه بتاعت الدواء دوت، او الدوله بتبقى تسجلها الملكيه الفكريه بتاعتها، ده اسمه ادويه جينيريك او الادويه الجينيسيه، ادويه جينيريك. وفي جينيريك مستورد. بمعنى ايه؟ بمعنى هاجي اقول لحضرتك والله ده عندنا مثلا دواء مثلا اسبرين بتاع شركه كذا الالمانيه، ممكن تلاقي دواء نفس الدواء ده معمول في استراليا، ده اسمه بقى اللي هو حضرتك بتقصد اسمه الدواء اللي هو اللي بتقصد عليه المثيل او الجينيريك. تمام. الدواء طالما بيحتوي على نفس الماده الفعاله ونفس الشكل الصيدلي ونفس التركيز، فبالتالي بيبقى نفس الاستخدام ونفس الاثار الجانبيه، ده اسمه الدواء المثيل. اسمه الدواء المثيل. هقول لحضرتك على تعريف مهم جدا، يمكن ده الاول مره يبقى في جهه تعرفه بالشكل ده. ايه الفرق ما بين الدواء المثيل والدواء البديل؟ احنا عرفنا دلوقتي الدواء المثيل نفس الماده الفعاله، نفس الشكل الصيدلي، نفس التركيز، وبالتالي نفس الفعاليه. ومفيش فرق نهائي ما بين دواء مثيل ودواء مثيل تاني. الحته كلها بيبقى اختلافات نفسيه بيبقى عند المريض، او شغل دعايه عميق لبعض الشركات على مستوى العالم كله. اللي معاه فلوس بيصرف كويس فبيعرف يسوق منتجه. هو يقول لحضرتك الدلع على كده، انت ممكن حتى في بعض السلع الثانيه اللي عنده القدر اللي عامل اسم تجاري وقادر يوصل للعميل في اي سلعه، بيعرف يبقى منتج منتشر اكتر من اي حاجه ثانيه، حتى لو نفس السلعه عند حد ثاني واجود، لكن القصه كلها في اللي قادر يوصل لمقدم الخدمه او للجمهور بشكل عام. طب الدواء البديل، الدواء البديل هو دواء يحتوي على ماده فعاله مختلفه، وبالتالي في احيان كتير يكون تركيز هذه الماده مختلف، ومعظم الوقت بيبقى نفس الشكل الصيدلي، تابلت، يعني اقراص يبقى اقراص، بس ممكن الدواء بديل بدل ما عندي اقراص طلعت لك كبسول، بس ماده فعاله برضه مختلفه. تمام. قد يعطي نفس الاثر الجانبي وقد لا يعطي نفس الاثر الجانبي. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا مريض مكتوب له دواء مسكن ديكلوفيناك صودي، انا اديته مثلا ايبوبروفين، ده ماده فعاله مسكن الاسنان في اثنين، ممكن يجيب نفس النتيجه. تمام. لكن هناك بعض الحالات، ودي طبعا دي بشغل الصيدلي فيها، مثلا مريض مكتوب له مثلا ديكلوفيناك صوديوم، ده قلت حضرتك مسكن مضاد التهابات، وانا وصفت له اسبرين، ده مسكن مضاد التهابات، ده مسكن مضاد التهابات. تمام. لكن الاسبرين ممنوع مع الراجل ده عشان الراجل ده عنده مثلا ايه معدل النزيف عالي. يبقى انا عملت مشكله، هو نفس التاثير الجانبي لكن الفعاله الماده الفعاله مختلفه، فبالتالي هناك اثر جانبي للدواء قد يكون مختلف.
بعض الحالات مثلا في حاجات مثلا الناس واحده مثلا عندها نزيف وانا كتبت لها او اتكتب لها ايبوبروفين بتركيز عالي هو مسكن وفي نفس الوقت بيساعد على ايقاف النزيف. لو انا اديت لها مثلا حاجه زي الاسبرين بتزود معدل النزيف لانها برضو تسببت بضرر المريض. فهي قصه الفرق ما بين المثيل والبديل. احنا لينا تعريف لجنه تصنيع الدواء بنقابه القاهره ليها تعريف هي اول يمكن اول تعريف يطلع من المؤسسه بالشكل ده. كمان مثلا انا ممكن ادي نفس المجموعه يعني مثلا في مضادات مجموعه مضادات حيويه خمسه جروب خمس مجموعات حاجه اسمها سيفالوسبورين. كل جروب من دول بيشتغل على بكتيريا معينه. انا لما ادي مثلا سيفتريكسون غير لما ادي سيفتازيديم غير لما ادي سيفتاكتيم ليه كل واحد من دول ليه تاثير على بكتيريا معينه. انا بقى ممكن يبقى دكتور كاتب لي او حد كاتب لي او حد بدي له سيفتاكتيم بدل سيفتريكسون او العكس ممكن ياثر في نتيجه العلاج نفس ده بديل لكن تاثيره الجانبي التاثير اثر الطب ومخرجات الصحه بشكل عام مختلف. عشان كده احنا بنقول دايما وابدا الخبير الاول والاخير في موضوع الدواء والفرق ما بين الدواء وشكله والصيدلي والمثيل البديل هو الصيدلي. حاجه ثانيه انا ممكن الدوزج فورم بتاعت الدواء تبقى نفس الدوزج فورم ده تابلت وده تابلت يعني ده اقراص ده اقراص لكن تكوين الدواء من جوه نفس الماده الفعاله نفس الماده الفعاله لكن طريقه تصنيع الدواء ان في حاجه اسمها سستيند ريليز ان الماده الفعاله بتضغط الجسم 24 ساعه ممكن يبقى نفس التركيز ونفس شكل الصيدلي بس الكور بتاعت الدواء فيلم كوت مثلا ما بقاش مثلا سستيند ريليز عادي جدا. برضو يعني يا دكتور برحب بحضرتك مره ثانيه. اهلا بحضرتك منور. اهلا بك يا فندم. طب يا دكتور انا دلوقتي لو معايا اسم دواء الدكتور كاتبه لي برضو يعني بشكل مبسط شويه لو رحت للصيدلي وقال لي في بديل للدواء ده بنفس الماده الفعاله لا هو الصيدلي اقبل اخده وقال ولا اقلق؟ لا يا فندم لا خديه وانت مطمنه انا هدي الصيدلي مش هديك البديل الصيدلي هديك المثيل اللي هو بالظبط نفس الدواء بالظبط بس شكل العلبه مختلف يعني العلبه بدل مع بيضة علبه زرقاء علبه خضراء فعلا لان في ناس بتقلق بتقول لا مش نفس الدواء او ممكن يكون في حاجه تقلقني منه. ما هو ده لحضرتك يا استاذه مارينا ده تاثير الايحاء. عارفه ان بعض مقدمي الخدمه الصحيه نفسهم صار لو الطب ممكن نفسه يتاثر. فكره اني انا قدرت ازرع في اذهان الناس على مدى سنوات طويله جدا الشركات الكبيره اللي بتصرف ان الدواء ده يختلف عن ده انا الكلام ده قلته قبل كده هكرره تاني. السبيكس المواصفات الخاصه بالمواد الفعاله والادويه التي يتناولها الانسان ثابته على مستوى العالم. ودي والشيء الوحيد اللي ليه مواصفات خاصه ثابته من المؤسسات الدوليه في كل المنتجات اللي بيستهلكها اي مواطن هو الدواء. اي سلعه ثانيه قد تختلف المواصفات من ماده لماده او من منتج لمنتج. كنا اتكلمنا قبل كده في سواء جهاز كهربائي او عربيه او ملابس او غيره. إلا لكن الدواء ليه مواصفات قياسيه عالميا. انا عايز الناس تطلع من ذهنها تأثير بعض الاستهلاكات الأخرى والأجهزة الأخرى وفي فرق بين ماركة وماركة. أنا معاك في كده الخامة مختلفة وبالتالي النتيجة مختلفة والمنتج النهائي مختلف لكن الدواء نفس المادة الفعالة نفس شكل الصيدلي ونفس موردين المواد الفعالة من بره الهند والصين أكثر من 95% بوردوا موادهم الفعالة والغير فعالة العالم كله. وأقول لحضرتك على حاجة تانية المكن اللي عندنا كله معظمه جاي من أوروبا من المانيا وايطاليا المكن الادويه معظمه جاي من اوروبا لان ليها علاقه بالصيانه فبالتالي حتى المكن غالي وخطوط الانتاج غاليه لكن بعمرها الافتراضي بيبقى اطول فبالتالي الناس تبعد بجزء كبير جدا ما بتجيبش من الهند والصين في الحته ديت المكن كله بتجيبه من اوروبا وارقام غاليه جدا. ليه؟ عشان هو ليه حاجه دي نظريه اقتصاديه عنده المكن بشكل معين بيبقى جاي لكن المواد الفعاله كلها ما دام الصيدلي قال لي نفس الماده الفعاله ما اقلقش ما تطمني. بص يا فندم الاختلاف الوحيد ما بين الدواء المستورد والدواء المحلي الارض. احنا ده معمول على ارض مصريه ده معمول على ارض اوروبيه. الارض مش المصنع. المصنع كله واحد والنوع واحد طريقه تصنيع واحد لكن هي نفس الماده الفعاله يا دكتور ما فيش فرق نهائي يا فندم. عشان كده بقول لو في بالذات بالظروف الاقتصاديه اللي بيمر بيها الناس لما انت تكون غير قادر ارجع لاي صيدلي بمعظم الاسر المصريه عندها صيدله واصدقاء. صحيح. دكتور انا بعد اذنك الدواء ده بكام؟ والله ده في حاجه زيه بالظبط اه والله يا فندم في حاجه زيه بالظبط روشته كلها ب 350 جنيه ممكن انت جايب روشته ب 700 800 جنيه فبالتالي نفس الحاجه لو الطبيب اعترض يبقى يكلم الصيدلي والصيدلي يبقى يتكلم معاه ويشوف القصه بنسبه كبيره جدا الاطباء الحمد لله دلوقتي عندهم وعي كافي
واحساس بالظروف الاقتصاديه اللي بمر الناس، وعارفين كويس جدا ان مفيش فرق من دواء محلي ودواء مستورد. صحيح. دكتور محفوظ رمزي رئيس شعبه التصنيع الدوائي بنقابه الصيادله كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا احنا معانا خبر تاني بيقول القوات المسلحه تدفع لجنه تجنيديه قضائيه لانهاء المواقف التجنيديه لابناء حلايب وشلاتين وابو رماد. هنروح نتابع التقرير ونرجع لحضراتكم تاني. في إطار حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام لأبناء المناطق الحدودية والنائية، قامت القوات المسلحة بدفع لجنة تجنيدية قضائية لتسوية المواقف التجنيدية الخاصة بالمواطنين بمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد، وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان في أماكن تواجدهم، وذلك على مدار عدة أيام. كذلك تم دفع قافلة طبية لتقديم الكشف الطبي والعلاج المجاني اللازم لأبناء تلك المناطق. وخلال أعمال اللجنة أكد اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة حرص القوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم لأبناء الوطن، خاصة قاطني المناطق الحدودية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة. تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة احنا بنيجي كل سنة لأبناء حلايب وشلاتين وبرماد ووادي العلائي لتسوية موقفهم التجنيدي ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بدون أي رسوم مادية. فيما أعرب المواطنون عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة على الجهود والتيسيرات المبذولة لتسهيل الإجراءات التجنيدية الخاصة بذويهم. تم استلام الشهادة غير أي رسوم ولا تعب ولا أي حاجة، وبالعكس تسهيل أمور كثيرة للشباب، بالذات شباب شلتين. ألف شكر. اللجان التجنيدية جاتنا لحد عندنا وسلمتنا الشهادة طبعا بدون رسوم طبعا. نشكر القوات المسلحة لتوفير الشهادة في المنطقة وتذليل الصعاب. والجيش مركز على نقطة السهل لأنه بيحاول يبني إنسان قوي متعلم بحيث يقدر يواجه به الظروف، خصوصا أنه في منطقة حدودية بيحتاج أنه ينشئ جيل صحي قوي أنه هو يجابه المخاطر الأوضاع الموجودة، فهذه بتعتبر المجهود الموجودة جدا غير باقي المجالات طبعا اللي بيشارك في القوات المسلحة. تأتي تلك الجهود انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة والمشاركة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بتلك المناطق وتوفير أوجه الدعم الكامل لهم. أن صوت المصريين يصل مسامعي وأحلامهم هي ذاتها أحلامي. لازم أرتب ورق البلد دي حتى تكون دولة ذات شأن. كان بيعاني الشعب المصري من غياب العدالة الاجتماعية وعدالة التنمية بعد ما وصلت معدلات الفقر في مصر ل 26.2% وبلغت نسبة الفقر في الريف ل 51% عام 2013. علشان كده كانت الأولوية للدولة المصرية تحسين حياة المصريين. في مقدمة تحركات الدولة المصرية في ملف العدالة الاجتماعية كانت مبادرة حياة كريمة، أكبر مشروع قومي في تاريخ الدولة المصرية، ويعد أكبر مبادرة إنسانية تنموية في التاريخ الحديث. وهدفها تحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري بتكلفة تقديرية للمشروع بالكامل أكثر من 1 تريليون جنيه. المبادرة
المشروع بيستهدف 4800 قرية في 22 محافظة، وبيستفيد منه 60 مليون مواطن من سكان الريف المصري. تم إطلاق المبادرة في يناير 2019. ومع انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، بلغ إجمالي الخدمات المقدمة للأسر 8400 وصلة مية شرب، 6300 وصلة صرف صحي وتركيب 11000 سقف، 9500 منزل تم رفع كفاءته لحد مارس 2023. والمرحلة الأولى تم تنفيذها بالكامل بتكلفة 13.5 مليار جنيه. ونتيجة للتدخلات اللي قامت بيها المبادرة، انخفض معدل الفقر في عدد كبير من القرى بنسبة 14%، وانخفض معدل الفقر العام في مصر بنسبة 2.8% عام 2020 مقارنة بعام 2018. المبادرة ما اشتملتش على البنية التحتية وبس، لكن اشتملت كمان على الجوانب الثقافية والصحية والرياضية وتمكين اقتصادي وتدخلات إنسانية، علشان القرية اللي تخلص نبقى متأكدين إن الفقر مش هيرجع لها تاني. من 2014 اهتمت الدولة المصرية بتوفير حزمة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأكثر احتياجاً، شملت تنمية الأطفال ورعاية المسنين وذوي الهمم والعمالة غير المنتظمة، بالإضافة لدعم نقدي مباشر للأسر وصلت قيمته في 2022 ل 106 مليار و 600 مليون جنيه. أبرز إنجازاتنا كان برنامج تكافل وكرامة، اللي أصبح حالياً أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط في مصر والمنطقة العربية، وبيستفاد منه 5,200,000 أسرة، يعني حوالي 20 مليون مواطن. بعد ما كان عدد المستفيدين من كل برامج الدعم النقدي من الحكومة في 2014 حوالي 1,700,000 أسرة، يعني بزيادة 205.9%. وبعد توجيهات من السيد رئيس الجمهورية، زادت قيمة معاشات أسر تكافل وكرامة مرتين في عام 2023، بالإضافة لرفع المعاشات 10 مرات من 2014. ونتيجة لده زادت قيمة إجمالي المعاشات المصروفة في 2022 لحد ما وصلت ل 294 مليار جنيه. برامج التضامن الاجتماعي شملت كمان ذوي الهمم، وتم تقديم دعم نقدي لمليون ومئة ألف شخص. كمان اتحركت الدولة لحماية الأسرة والشباب والنشأ، وكانت النتيجة انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 8% ل 7%، وتم إطلاق حملة أنت أقوى من المخدرات. كمان تم تقديم الخدمات العلاجية لحوالي 72 ألف مريض إدمان. ومن 2020 الوضع اختلف، والاحتياج للمظلات الاجتماعية تضاعف بعد أزمة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وكنا قد التحدي، فرفعنا المخصصات المالية المقررة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة من 343 مليار في 2021 لحد ما وصلت ل 529 مليار في موازنة 2023. ولسه مع كل يوم بيعدي البلد بتثبت إنها في مواجهة أي أزمة هتكون لشعبها درع وحماية، وهو ده أصل حكايتنا، حكاية وطن. أهلا بحضراتكم من جديد. الهيئة العامة للأرصاد الجوية قالت إن في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الفترة اللي جاية في فترة الصبح، فهتبقى الأجواء الصبح يعني دافية نسبيا، ودرجة الحرارة بالليل هتكون منخفضة بشكل يعني معقول، بس احنا محتاجين نتكلم أكتر ونعرف أكتر عن درجة الحرارة الفترة اللي جاية هتكون ازاي. الناس اللي بدأت تخفف اللبس بتاعها تلبس خفيف ولا لأ، ولا تلبس جواكت زي ما هي وما تخففش من الهدوم،
هنعرف كل ده مع الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور، من ورانا في صباح مين؟ صباح الخير يا فندم، أهلا بحضراتكم وأهلا بكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. عاوزين نعرف حالة الطقس الفترة اللي جاية، الناس تخفف من هدومها ولا لسه تستمر في إن هي تلبس شتوي زي ما كانت بتلبس؟ لا طبعا احنا استمر في ارتداء الملابس الشتوية. يمكن احنا الفترة دي لسه مازال موجود فصل الشتاء لحد 2023، مازالت الأجواء الشتوية تبقى مؤثرة علينا. بالفعل بعض الأيام بيكون فيها ارتفاع في قيم درجات الحرارة، بعض الأيام الأخرى بيكون فيها انخفاضات ملحوظة في قيم درجات الحرارة، ويمكن دي طبيعة الفترة دي من السنة، التذبذب والتباين الكبير في قيم درجات الحرارة بين اليوم والتاني، لأنها تعتبر فترة انتقالية ما بين فصل الشتاء وما بين فصل الربيع، ولسه في برودة كمان فترات الليل، فترات الليل المتأخر أو الصباح الباكر ما زالت الأجواء فيها برودة، يمكن أحيانا بعض المدن الجديدة والأماكن المفتوحة بتكون برودة جديدة. فعشان كده بنقول نستمر في ارتداء الملابس الشتوية بقدر الإمكان على مدار اليوم كله، وخاصة في فترات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر، تجنبا طبعا لنزلات البرد. فنحن على مدار هذا الأسبوع كل الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير، قيم درجات الحرارة في أغلب الأيام تعتبر حول المعدلات الطبيعية، تتراوح ما بين 22-23 درجة مئوية عظمى على القاهرة الكبرى فترة النهار، باستثناء غدا الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله يكون في ارتفاع مؤقت في قيم درجات الحرارة. غدا عظمى على القاهرة الكبرى هتكون 26 درجة مئوية فترة النهار، هنحس بالدفء بشكل كبير على مدار الأسبوع في أغلب المحافظات الشمالية، طقس دافي بشكل كبير في السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، طقس مائل للحرارة إلى حار في جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون فترات النهار. فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، الانخفاض ده ملحوظ أكتر فترة الليل المتأخر فترات الصباح الباكر، أجواء باردة إلى شديدة البرودة باختلاف الأيام طبعا. بعض الأيام كمان بيكون في نشاط نسبي للرياح، نشاط الرياح ده بيحسسنا بالبرودة ويحسسنا أكتر بانخفاض قيم درجات الحرارة فترات المساء وساعات الليل. بالنسبة لفرص سقوط الأمطار، يمكن اليوم وغدا ما فيش فرص سقوط الأمطار في أي منطقة من مناطق الجمهورية، لكن مع يوم الأربعاء إن شاء الله تعاود ثاني فرص سقوط أمطار على بعض الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، لكن أيضا هتكون أمطار غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية. طب دكتور، وإحنا بنودع يعني شهر أمشير، هل بيكون في أي أتربة أو أي شبورة مائية بشكل موسع؟ بالنسبة للأتربة يمكن على مدار هذا الأسبوع كله إن شاء الله ما فيش أي أتربة ورمال مسارة، حتى نشاط رياح معتدل أو سرعات رياح معتدلة بشكل كبير. بالنسبة للشبورة المائية طبعا في شبورة مائية، شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتؤدي انخفاض في الرؤية الأفقية فترات الصباح الباكر. دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، كنت معنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك يا فندم. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا الإخبارية النهاردة، دلوقتي هننتقل لفقرتنا الصحفية اللي بنتناول وبنحلل فيها أهم المنشطات اللي تصدرت في الصحف المصرية. الفقرة دي هتقدمها لحضراتكم زميلتي مورينا، وهيكون معاها ضيفها في الاستوديو الكاتب الصحفي بصدى البلد الأستاذ فادي عماد. لكن قبل كل ده هنروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية، خليكم معانا.